نحن ننطلق في غافلة الانتخابات المحلية ل 27 نوفمبر 2021. نوتة الظروف تاعها كانت الظروف جيدة ومتعه، كل الأمور المادية والمعنوية الحمد لله متوفرة بما فيها البروتوكول الصحي، وإن شاء الله بدنا غدوة تنطلق عملية التصويت عند أول خيمة لقوها إن شاء الله في بيوت الرحل، وكل الأمور إن شاء الله الحمد لله. تم اليوم انطلاق المكاتب المتنقلة الباقية بعد انطلاقة مكتب يوم أمس، راح لأبعد نقطة في الولاية، فاليوم التسعة الآخرين يمشوا كل ضواحي سحاري الولاية. إن شاء الله احنا رانا مرافقين العملية اليوم إن شاء الله لمراقبة الانتخابات إن شاء الله، ونتمنى أنها تمر بنجاح وبنزاهة إن شاء الله. والسلطة إن شاء الله الحمد لله وفرتنا كل إمكانيات السيارات، وفرتنا الإمكانيات المادية.